جانب المستوى الثقافي وارتباطه بالورد حول كيفية قطف الورد وجمعه من خلال المسابقة أجريت يوم أمس بإحدى الضيعات الفلاحية بالمنطقة. أيها السادة والسيدات، الآن الكلمة لرئيسة لجنة ونواب تابعين المنطقة. إذن كلمة للطفلة بسمة من أجل إعطاء الانطلاقة لفعاليات اختيار ملكة ورود 2024. يلا حيد بالك يا دوري الطفلة دوري رضي عليك أزول في اللون مرحبا زارون كله تو لو موند اي لو بيان فيني ايفري وان از ويلكم ارزارون ترحاب سلون ايت ميديست ما مرحبا زارون الملتقى الدوري للورد العطري يدوران 59 ارنتشكا داشا قلعة مكونة رئيس بلدية قلعة مكونة ارنتشكار لجنة التحكيم دين بيون دادي سليمان نيريا نشكر الصحافة الوطنية الصحافة الدولية الصحافة المحلية أركن تشكار أو تخني الجمهور النار الحضور نور لو يدني بعدين ولو يدني الملان أرنت من نيزري ويتغل الملتقى أفضل صورة وشكرا. إذن شكرا للطفلة بسمة بأريج من الورود تستقبل كل ضيوفها وكل ضيوف مدينة قلعة مكونة في الدورة 59 للمعرض الدولي للورد العطري الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. يا سادي أيها السادة والسيدات ساكنة قلعة مكونة وزور عاصمة الورود مرحبا بكم جميعا داخل هذه الرقعة الجميلة مرحبا بكم ضمن فعاليات الدورة 59 لفعاليات المعرض الدولي للورد العطري. أكيد أن هذه الدورة وهذه التظاهرة بالذات تعتبر فرصة أساسية لتسليط الضوء على سلسلة الورد العطري ودورها البارز في التنمية المحلية وتشكر الإشارة بأن المعرض الدولي للورد العطري يعتبر ثاني أقدم تظاهرة في المغرب.
إذن في هذه اللحظات أيها السادة والسيدات وبحضور اللجنة المشرفة على اختيار ملكة ورود هذه السنة سننادي على المتفارية الأولى لتمر فوق المنصة في زيارة شرفية. إذن المتفارية الأولى ضمن المتفاريات لنيل لقب ملكة ورود هذه السنة. أكيد اللجنة منظمة وضعت معايير دقيقة غير مرتبطة أساسا بالجمال الخارجي، ويجب الإلمام بالثقافة المحلية وتقاليد المنطقة. إذن المتفارية الأولى لنيل لقب ملكة ورود هذه السنة التي ستتقدم ملكة كرنفال الاحتفالي لهذه السنة يوم غد إن شاء الله. كما قلت من بين معايير اختيار ملكة ورود المعرض الدولي للورد العطري، المستوى الثقافي وارتباطه أساسا بالورد من خلال كيفية قطف الورد وجمعه من خلال مسابقة بإحدى الضيعات الفلاحية على غرار امتلاك المتفارية لمعلومات مرتبطة بالورد وطرق استعماله ووقت زراعته وموعد جنيه. أذكر بأن لجنة ملكة ورود توصلت بالعديد تشجيعاتكم للمتفارية الأولى لنيل لقب ملكة ورود 2024. إذن أذكر الحضور بأن اللجنة المشرفة على اختيار ملكة ورود توصلت بمجموعة من الطلبات. ننادي أيها السادة والسيدات على المتفارية الثانية على لقب ملكة ورود 2024 سر جنون. إذن المتفارية الثانية لنيل لقب ملكة ورود 2024 فلتتقدم تحت تصفيقاتكم.
أذكر الحضور الكريم بأن لجنة ملكة ورود هذه السنة وصلت بما يزيد عن 30 طلب للمشاركة في هذه المسابقة. أفرزت من خلالها اللجنة بعد تشاور وأخذ بعين الاعتبار الشروط الموضوعية التي اشترطتها اللجنة من خلال الإعلان، استقرت اللجنة على اختيار 6 ملفات جاهزة من أجل التباري على اختيار وعلى نيل لقب ملكة ورود 2024. إذن نذكر بأعضاء اللجنة المشرفة على اختيار ملكة ورود هذه السنة كل من الفيدرالية البيمهانية المغربية للوردة العطري إلى تصفيقتكم لمتبرية الثالثة للقب ملكة ورود هذه السنة، وكذلك إلى جانب الفيدرالية البيمهانية شركة عطور المغرب الفائزة بملكة ورود الدورة 57، المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والمجتمع المدني. يجوني عسان قليلية تبحي زوار تيس كوز تنغت تيس ربعة. إذن تحت تسبيقاتكم ننادي على المتبقية الرابعة لنيل لقب ملكة ورود هذه السنة سوشبق النون. سوشبق النون ترشنون أيدود غعزان. زوارة مربي الله. إذن المتبرية الرابعة للقب ملكة ورود هذه السنة هي زيارة شرفية للمنصة المخصصة، جولة شرفية على المنصة المخصصة لهذه الغرض بالذات. أذكر بأن هذه هي الدورة تنظم تحت أسلم رختار ورا أسقيم أسيمان تمجلس الإقليمي، أسلم رختار ورا أسقيم المراد تمجلس الجهوي، ولا تموس تيرزان وزارة الفلاحة، أسلم مير أود أيدود النادي الدانس ومس نسيرور.
كل التوفيق للمتبرية الرابعة للقب ملكة ورود هذه السنة. بعد لحظات سننادي على المتبرية الخامسة. المتبرية الخامسة لليلي لقب ملكة ورود هذه السنة تحت تصفيقاتكم. أرتني الله الزائغ دان غط سعيد إثم حزوارين النار إزري أما سألو حزوار. أذكر أيها السادة والسيدات بأن اللجنة المشرفة على اختيار ملكة ورود هذه السنة وضعت شروط دقيقة مرتبطة أساسا بالمستوى الثقافي للمتبرية مع عدم الأخذ في الاختيار على حساب الجمال الفيزيولوجي الخارجي أو على حساب العرق أو على حساب لون معين بينما مرتبط بالثقافة المحلية وكذلك العادات والتقاليد وامتلاك المتبرية على معلومات مرتبطة بالدرجة الأولى بالورق. أذكر بأن اللجنة وضعت شرط السن 18 كحد أدنى للمشاركة في هذه المسابقة. كل التوفيق للمتبرية الخامسة. كانت المسابقه تسديس تنكروت. اذن المتبريه الاخيره السادسه في هذه الامسيه. اذكر بان اللجنه المشرفه على اختيار ملكه ورود هذه السنه توصلت بازيد من 30 طلب مشاركه واستقر الاختيار على 6 ملفات من اجل المشاركه في هذه المسابقه النهائيه. أذكر بأن المسابقة مقسمة على 3 أجزاء. الشق الأول مرتبط بأمن نظري من خلال أسئلة ثقافية موجهة للمتبريات من أجل اختبار المستوى الثقافي لهن على العادات والتقاليد المنطقة، إلى جانب الشق التطبيقي مرتبط بطرق قطف الورد وآليات جمعه، إضافة إلى الشق المرتبط بهذه الزيارة الشرفية على منصة المحتتى خصيصا لهذا الغرض من خلال طريقة المشي، اللباس، كذلك إلى جانب اللباس التي يعتبر أهم وأساس المسابقة في هذه الأمسية. إذن غير الزاني تفريانا تم حزوار تاتيس ديست تم كالوت
ليزرينا ماس لاختيار ملكة جمال الورود. إذا كل التوفيق للمتبرية السادسة. أذكر بعضوات اللجنة المشرفة ولجنة ملكة ورود هذه السنة كل من إجا زروال وتركة ورقية وأبهمات زهراء. إذا كل التوفيق للمتباريات في هذه الأمسية لنيل لقب ملكة ورود هذه السنة والتي ستتقدم موكب كرنفال الاحتفالي المبرمج يوم غد إن شاء الله مساء. أسلي مريخة تاري وقدساس الفيدريات بمهنة نوجتيقة من جو دو أسلي مريخة تاري وقدساس تدراود شركة أروم ماروكا جمال الحبيبة أرسلي ميراود تبريوين لقب نوار 2019 مريم التوغا تبر زوتا أسلي مريخة تاري تبيت زوتا لشركة عطور المغرب. إذا ندعو كل المتبريات من أجل الخروج جماعة من أجل القيام بزيارة شرفية على منصة ساحة الحفلات تحت تصفيقة الحضور. تغرد تدوزمين تغرد تدوزمين قد فضيك بحزوارين أزرين تماس المنصة الشرفية. المتبرية الأولى بالتوفيق للمتبرية الثانية كل التوفيق للمتبرية الثالثة وكذلك التوفيق للمتبرية الرابعة والمتبرية الخامسة إلى جانب المتبرية السادسة. بعد لحظات أيها السادة والسيدات سنتعرف على الثلاثة الأوائل اللواتي استحقنا لقب ملكة ورود هذه السنة. يعني ميك قانيش تيفوتنا نتيجة لكرات تيديتين الملكة الورود ناريزري أسكن شاء الله وماس نو كرنفال على تيني تيغي وجدو بغي عزاني تأسم كوستا أجديه أميجو أروني تيني مرحبا بيوكم بركات غورنا على سلمير ممتين في دريال بيوهانية الورد عطري على سلمير ممتين شركة أروم ماروكا على سلمير أود الفائزة سلقة بروي 2019 مريم توغا أرنس نمير تينساس نستاوت العطور المغربة أرنس نمير أود أينساس نتبعنا المديرية الإقليمية تباوست نسي مئة نمورة تسلم أمزوارو تنوت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة أرنس نمير أود ممثلة المجتمع المدني نتينساس ومون أغرمان. إذن كل الشكر وتقدير لأعضاء المشرفة على اختيار ملكة ورود هذه السنة كل من الفيدرالية البيمهانية للورد العطري شركة عطور المغرب الفائزة بملكة ورود 2019 الممثلة المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة بتنغير ممثل المجتمع المدني. إذن أيها الحضور الكريم بعد لحظات أو في هذه الأثناء سننادي على فرقة
فرقه كل اسكان ان شاء الله يجي ومسا نوكر نفالا ما تستريت مزوالوت ما تستريت سناتا ما تستريت السراطه تي الناز يغدانا نرد حتى سعيد الحزوالين حتى المتسابقات ادورتو انسنمر المجلس الجماعي تسكم ديوان القلعه ادورتو انسنمر اي تضافه سوات لك اجا ضربيت لي جديد نتدارك الملكي اسنمر اي شركه ابو ماروكا دو سنمر خطار ايت مهران مهرجان الورود سجلاوي انسى أدير نسلم مير كل ما تيجي مدار سجدود غير إذن المحتلة المرتبة الثالثة لمسابقة ملكة ورود هذه السنة بعد اجتماع اللجنة المشرفة على اختيار ملكة الورود المحتلة على المرتبة الثالثة أحضير كبيرة سوش بقانون صرخ النون أنتني أي زي أحضير كبيرة تسكرات هو ما سنتيتين إذن المحتلة للمرتبة الثانية من مسابقة ملكة ورود هذه السنة بعد جمع النقاط وتداول اللجنة المشرفة وقع الاختيار على المتبارية منال علي بوش فرش النون دش بقى النون منال علي بوش تنهي تم حزوار تسنات منال علي بوش انتظر هنا تم حزوار تيسناتا لغت تجليت تيسناتا وما سنسفسر لجيتي يا أمي جو سينف نونسي في فرانت كوز 2024 ساتوت نستيسموس تأتزا إذن الآن وصلنا للحظة التي ننتظرها جماعة الفائزة بلقب ملكة ورود هذه السنة أكيد عدسات الصحفيين والإعلاميين تترقب هذه اللحظة أعين كل الزوار وساكنة الإقليم وقلعة مكونة تنتظر الفائزة بلقب ملكة ورود التي ستتقدم موكب كرنفال يوم غد إن شاء الله هي المتبارية المتبارية أميرة عيد حليمة انتهت يتمر زوت متفائزة مساجد تسمو استقصاء إذن هنيئا لأميرة عيد حليمة فوزها بلقب ملكة ورود هذه السنة أدعو الفائزات من أجل الحضور معنا هنا إلى بوديوم التتويج من أجل تتويجهن بالمسابقة وبالجوائز المخصصة لهذه المسابقة بالذات محمد مران رئيس الفيدرالية البيمانية المغربية للوردة العطري من أجل تتويج الفائزة الثالثة بلقب أو المحتلة للمرتبة الثالثة في مسابقة ملكة ورود هذه السنة تحت تصفيقتكم نطلب من السيد محمد مران الالتحاق بالمنصة أنخراي ماس محمد مران سراوية تسمونت بيمهانية نجدي يميجو أيشة تسمو غرطة إتنا يومزنا تم حزوار تسكرات
محمد موران قايش قايش تسمغو تسكراتي احتراء كبيرة. أربطة غزران والنميز دايف تغور ما يصغر الدرك الملكي ثمان لبوستاتي ثمان لبوستا إذن نطلب من المتبرية الثالثة أحذرة كبيرة من أجل التقدم للبوديوم من أجل أن تتسلم. والنميز دايف الأربع أمينة حمويشو هاتي لا داتي ما يصدق الطاس يدو داتي أمس الله يجازيكم بخير تطاف من التويت مينا تطلقوا من زن تسامش تنظيم الله يجازيكم بخير. إذن احتيرة كبيرة فتتقدم للبوديوم من أجل أن تتسلم لقب المرتبة الثالثة. ونطلب من السيد محمد مران رئيس الفيدرالية البيمهانية المغربية للوردة العطري ليسلمها الجائزة الثالثة في هذه المسابقة. يمشي تسكر ما يدون غزان ما سمعت السيد محمد مران عليك تسم غورتي تمرزوت تسكرات حدير كبيرة. إذن هنيئا لأحدير كبيرة بالمرتبة الثالثة في مسابقة ملكة ورود هذه السنة. إذن الوصيفة الثانية لبطلة ملكة ورود هذه السنة. شكرا للسيد محمد مران رئيس الفيدرالية البيمهانية المغربية عن الورد العطري. دقيقة نزلت صغورتي سنات الجائزة الثانية قان غارة أوسلاوية لغد رئيس المجلس الإقليمي أنت الغيرة أيش الجائزة إيمانا العلي بوش. ديالنا السيد رئيس المجلس الإقليمي لتين غيرة السيد إبراهيم عيد القاسح فليتفضل مشكورة تحت تصفيقات الحضور من أجل أن يسلم الجائزة الثانية للفائزة للوصيفة الأولى لملكة ورود هذه السنة. إذن الوصيفة الأولى لملكة ورود هذه السنة. شكرا للسيد رئيس المجلس الإقليمي على حضوركم معنا في هذه الأمسية. شكرا كذلك للسيد محمد مران رئيس الفيدرالية البيمانية للورد العطري. شكرا لكل الشخصيات الحاضرة معنا في هذه الأمسية. إذن الفائزة بلقب ملكة ورود هذه السنة أميرة أيت حليمة. ونطلب من السيد باشا مدينة قلعة مكونة ليسلم لها جائزة تحت تصفيقتكم. الباشا تباشاويت تخرب تيم غون انت كاتس مغورتا يتنى ديوين تم حزوار تم زوروت أميرة تحليمة تتريج تجليت تتريج ملكة ورود 2024 ستنسى تسمو تزا سر شنونة دو باريق النونة يتنى ديوين تم زوروت أميرة تحليمة. إذن هنيئا لأميرة أيت حليمة بلقب ملكة ورود هذه السنة. إذن شكرا للسيد باشا مدينة قلعة مكونة على المجهودات المبذولة من أجل إنجاح هذه التظاهرة. شكرا لكل المصالح الأمنية. شكرا للقوات الملكية. شكرا للقوات المساعدة. شكرا لجميع
العربية الإعلامية الحاضرة معنا هنا. أذكر بأن برنامج الدورة 59 لهذه النسخة غني ببرنامج متنوع. أساسا غدا إن شاء الله ستلتقون مع كرنفال احتفالي ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، إضافة إلى ندوات علمية وفكرية بقاعة الندوات هناك بالمعرض، إضافة إلى استمرار المعرض الخاص بالمنتجات المجلية على طول الأيام المخصصة للأيام المعرض الدولي للوردة العطر. غتا غواس سمعت برنامج مساتو الستة الستة غير تغزرها مع أمواس المجراس توازن في لها إبي قص الشريط أما سنسلسل المعرضة الستة بجات سكون ميدان بحزوارة غتي اختيار ملكة الوردة أسكا المعيد أسكا إن شاء الله أرونتي قايلي أما سنسيرنا الشارع محمد الخامسة يان أكرافا السلحة تقلغة لين كيت يان يويز ما تتصرف في النية سقاتي سيرين سيرنا زورنا يانو نزورنا تي تانا ماس بزياني يا تباطر وعدي يانو نزورنا التي تانا ماس بسلوسة يا تاترا كوتا المغرب ايدو بنحسانا سنترون في ستروكوان الفولكلور ادو نتو ايوب انا زور ايوب تانا بوت تغربتا او تقني الى اماسا ليويز نقص سراء الفنية. إذن هنيئا للفائزات بلقب ملكة ورود هذه السنة، أكيد كلهن جميلات، كل المتباريات المشاركات جميلة، تقدير للمنابر الإعلامية لازالت صارتنا وصار الفولكلوريا والتراث اللامادي مستمر في هذه الأمسية.